سبع ورشات عمل أوكلت إليها مديرية التربية لولاية عين صلاح مهمة تحليل ومعالجة ضعف نتائج الامتحانات المدرسية الرسمية على شكل يوم دراسي أشرفت عليه السلطات الولائية. هذه الممازجة التي سوف تجمع بين إطارات سابقة وإطارات يعني حيز الخدمة سوف حتما يعني تعمل جاهدة خلال هذه الورشات على تشخيص هذا الواقع وتقديم اقتراحات وتوصيات سوف إن شاء الله تأخذنا إلى بر الأمان. ولله الحمد اليوم نقدر أننا نقول بنينا لبنة أخرى من لبنات اللي هي بناء الصرح التربوي على مستوى هذه الولاية الفتية الطيبة، ونحن مستبشرين خيرا بما تم إنجازه وكذلك ما سيحقق إن شاء الله. الشركاء الاجتماعيون ثمنوا المبادرة لكونها تتعلق برفع نتائج أبنائهم مستقبلا. لازم نقدروا نوقفوا على يعني هذه النتائج المثبطات اللي تسبب عرقلة نجاح التلميذ، ولما نعطوا المحفزات تخدم نجاح التلميذ. الأساتذة من الحضور اعتبروا مبادرة إشراك الجميع في البحث عن مواطن الخلل لتقويتها في غاية من الأهمية. خلالها إن شاء الله راح نقوم بتوصيات مهمة جدا، نتمنى تكون الإفادة أوسع حتى نخرج لتشخيص أدق إجراءات كفيلة من خلال هذه المقترحات أن تحقق الولاية قفزة نوعية تسمح لها بالارتقاء بالنتائج ووفق ما يتمناه مجتمع مدينة عين صالح. في الوقت الذي تباينت فيه آراء المتدخلون حول أسباب تقهقر النتائج المدرسية مخرجات علمية وتربوية بيداغوجية وثقافية أوصى بها المشاركون تتويجا لليوم الدراسي.